من دائرة المنتصف تقريباً كان أخذ أفضل هدف في البوندسليغا عام 2007. أدي مرة تانية روبينيو عايز يخلص كورته، إنما بالفعل في خطأ لصالح المنتخب البرازيلي لصالح روبينيو، وأدي كارت أحمر. يعني أعتقد مش عارف، هنشوف مع بعض كارت أحمر من نصيب إغناسيو جارسيا مدافع المنتخب البوليفي. آدي هنشوف الكرة مرة تانية، يعني هو الراجل بيحجز بجسمه على اساس يسيب الكره تعدي وراه. هنشوف في الاعاده مره تانية، هو لم يعني الاقدام لم تلتحم ببعضها على الاطلاق، هو عاوز يحجز على روبينيو على اساس يسيب الكره تعدي، انما برضو الحكم لحضراتكم اعزائي الساده مشاهدي قناه النيل الرياضه قناه النايل سبورت، يقع روبينيو بشيء كده من التمثيل بعض الشيء، الراجل ما لمسوش تماما على الاطلاق. اعتقد قرار كده يمكن لم يكن تقديره جيد من حكم اللقاء الاكوادوري الفريدو انترياجو. هل هذا القرار هيحل اللغز للمنتخب البرازيلي في ظل النقص العددي للمنتخب البوليفي اللي هيؤدي بيه حوالي ادي إغناسيو جارسا بالفعل رقم 4، كارت احمر للمنتخب البوليفي اللي هيلعب بقيه وقت الشوط الثاني حوالي 40 او 38 دقيقه تقريبا من احداث الشوط الثاني ب 10 لاعبين. نوادي تالق من الدفاع البوليفي مره اخرى.